السلام ومرحبا بكم الناس الكل في قناتي وزع. في الحلقه هذه باش نحكيو على زوج مقابلات من الدوري الانجليزي. المقابله الاولى هي فضيحه نادي ارسنال والهزيمه 5-0 ضد نادي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، والمقابله الثانيه هي مقابله كانت ممتعه وممتعه جدا بين فريقي تشيلسي وليفربول في ملعب الانفيلد، واللي يفوز بالتعادل 1-1. هاوك الوقت تاع كل ماتش، باش اللي حاج تحليل معين في اليوتيوب وتلقى الوقت زاد في الديسكريبسيون، ونخليكم مع التفاصيل تاع الحلقه هذه. إذا نبداو نحكيو على مباراة مانشستر سيتي والأرسنال، اللقاء اللي فيه بانتصار السيتيزنز بنتيجة 5-0، فضيحة بصراحة للأرسنال اللي هي النتيجة هذه. الأرسنال في 3 جولات بصفر من النقاط وصفر أهداف. وين ماشي الأرسنال؟ إذا كان يبقى الأرسنال بنتائج هذية مهدد باش يتيح الشامبيونشيب. نعرفوا احنا المقابلات الجاية سهلة عن الأرسنال، نجم نقول لك الطرح الجاي باش تلعب ضد نورويتش، معناها تنجم تتسلط، تنجم تمنع الوضعية، ولكن بداية سيئة جدا للأرسنال. نمشي معاك، الأرسنال كانت الكالندري نتاعها صعيبة شوية باش انها تواجه تشيلسي في الجولة الثانية وتواجه السيتي في الجولة الثالثة، ولكن ما بررش هذي النتائج السلبية، وهزيمة 5-0 ضد السيتي وهزيمة 2-0 ضد تشيلسي. صحيح السكواد نتاع الأرسنال ضعيف، أرتيتا عمل برشا مشاكل تكتيكية اليوم، خاصة نحكيو على هذا كل بالتفصيل من بعد. أرتيتا تكتيكيا اليوم كان سيء جدا بصراحة، خاصة باختياره في الشوط الأول، اختياراته في الشوط الأول كانت سيئة، مع التشكيل اللي لعب كان تشكيل غريب جدا صراحة. تو نفسروا هذا كل بالتفصيل من بعد، التشكيل الغريب اللي لعب به أرتيتا، وخاصة أنه فرغ الوسط اليوم، فرغ الوسط بيعتمد على الشاكة فقط كلاعب وسط ميدان، الباقي الكل لاعبين أقرب للهجوم. كتعتمد أنت على أوديغارد وسميث رو وساكا وأوباميونغ، كلهم لاعبين أقرب للهجوم، ولكن وسط ميدان خليته فارغ اليوم. وسط ميدان أرتيتا كان فارغ اليوم، كان فيه شاكة فقط. هذه مشكلة كبيرة بالأرسنال اليوم، كنت تعتمد على التشكيلة هذه اللي اعتمد عليها أرتيتا اليوم، كانت على الورق بشكل 5-4-1، ولكن كانت تحمل برشا خبايا وكان فيها برشا بشكل تكتيكية. نحكيو على ذلك كله ونفصلوهم بعد التحليل التكتيكي. وبالنسبة للسيتي في الانتصار هذا جيد جدا، لأنه جاء بعد انتصار أول ضد نورويتش من نفس النتيجة 5-0، والمقابلة الثانية على التوالي انتصار نتيجة 5-0 بعد ما هزم أول مقابلة ضد توتنهام. معناها جوارديولا بدا يعدل في الأوتار نتاعو، جوارديولا تو بدا ياخذ في النقاط في البريمير ليج بعد ما ضيع 3 نقاط يعني، ولكنه من بعد خذ 6 نقاط في 2 مقابلات اللي يلعبهم بعد المقابلة الأولى. إذا انت خلينا نحكيو على التفاصيل التكتيكية نتاع المقابلة هذيا، نحكيو على تشكيل نزل به المدرب أرتيتا، واللي كان يوم على الورق في شكل 5-4-1 على الورق قلنا احنا، ولكن في الملعب بغير شوية تشكيل. التشكيل كان ثلاثي قلوب دفاع اللي معتمد عليهم هو كولازيناك واللاعب تشامبيرز واللاعب هولدين. في 2 مقابلات الأولى تشامبيرز ملعب وكولازيناك ملعب، ولكن اليوم مزج بهم أرتيتا في مقابلة صعبة كما هذيا. اليوم ما اعتمدش على بابلو ماري، بابلو ماري كان سيء جدا ضد تشيلسي، ووايت مصاب بالكورونا. إذا نتسيت واعتمد على 3 قلوب دفاع، شامبيرز واللاعب كولازيناك واللاعب هولدين. على اليمين لقاو وجود اللاعب سيدريك سوريس، على اليسار لقاو تيرني، في وسط الميدان لقاو تركيبة رباعية متكونة من ساكا على اليمين، سميثرو على اليسار، وثنائي وسط الميدان كانوا شاكا واللاعب ديغارد، وفي الهجوم لقاو اللاعب ميريكو بايونغ. بالنسبة للسيتي فانو دخل اليوم المقابلة بتشكيل 4-3-3، التشكيل هذا كان قريب برشا للتشكيل نزل به ضد نورويتش. التشكيل كان في شكل 4-3-3 كما قلت لكم، مع غياب اللاعبين محرز وسترلينغ، دخلوا بعد في الشوط الثاني وقدموا إضافة بشكل كبير، وخاصة اللاعب رياض محرز. رياض محرز عمل برشا تمريرات حاسمة باتجاه المهاجمين، وتسجلت واحدة فقط من فيران توريس، والباقي ضيع شوية سترلينغ كرات. مع سترلينغ كان نجم يسجل هدف اليوم في آخر المقابلة، لكن ضيع كرات بسبب تصديات حاصلينه. إذا نحكيو على تشكيل الأسماء اللي نزل بها المدرب غوارديولا، في وسط الميدان لقاو رودريك لاعب ارتكاز، ومعاه ثنائية برناردو سيلفا وغوندوغان. في الهجوم نلقاو جابرييل خيسوس على اليمين، نلقاو اللاعب غريتش على اليسار، ونلقاو قلب هجوم اللاعب فيران توريس. اذا اذا كان لاحظتوا في المقابله اللي فاتت، المقابله هذه جابرييل خيسوس قدم مقابلات كبيره، ديما يعمل اهداف ويعمل اسيستات، معناه اللاعب هذا يتشق باش مع غوارديولا، خاصه على الجهه اليمنى كان في قلب هجوم عم ناول غوارديولا، ما حبش يلعب به في المقابلات القويه كيما مقابله الشامبيونز ليغ وكل، يدخل شويه عم ناول في البريمير ليغ، ولكن في مقابله الشامبيونز ليغ نلقاو يعتمد على قلب هجوم وهمي. ولكن في المقابله هذه تشوف مقابله المقابله قبلها، نلقاو غوارديولا يعتمد على اللاعب جابرييل خيسوس كجناح ايمن، معناه غوارديولا خيسوس ينجح اكثر في مركز الجناح الايمن، ولاحظناه ديما ياخذ الكرات باش على تيرني. تيرني اليوم كان سيء جدا من الناحيه الدفاعيه، خاصه في التغطيه على لعب جابرييل خيسوس. جابرييل خيسوس في الشوط الاول كان هو وراء هدف الاول بالاسيست نتاعو، وكان هو وراء هدف ثاني، معناه لاحظناه اليوم جابرييل خيسوس كان هو وراء الهدف الاول مع التمريرة الحاسمة اللي عملها، معناه هذه تغطية سيئة من لعب تيرني، وكيف كيف تغطية سيئة من لعب شامبيرز غاديك من التوزيعة بتاع جابرييل خيسوس، وكرة خذها غوندوغان بالراس، معناه برشا مشاكل دفاعية بالنسبة لأرسنال. لكن اليوم خلينا نحكيو على أرتيتا، خلينا نركزوا على المدرب أرتيتا، وخلينا نشوف المشاكل اللي عملها أرتيتا تكتيكيا في المقابلة هذيا.
ارتيتا اليوم اعتقد الاعتماد على الضغط العالي به، نمشي معاك تعتمد على الضغط عالي، تحب انك تجازف شويه من المقابله ولكن مش بالطريقه هذيك، ضغط عالي وتخلي بعدك لاعبي وسط ميدان ممتازين قادرين انهم يجاريوا ونسق لاعبي وسط ميدان السيتي، فانك اذا كان تخلي وسط ميدان واحد في شاكه برك، تصور اليوم في عمليه الضغط العالي تعتمد على الارسنال كان شاكه برك في وسط ميدان، شوف الصوره هذه، شوف التصويره هذه جبت لكم المقابله هذه، شوفوا اللي ضغط العالي تاع ارسنال كان يجي من اوباما يونغ وساكا وسميث واللاعب تشوفوا كما تشوفوا اللاعب اوديغارد يضغط على اللاعب رودري به، فهمتك انت تعتمد على اربع لاعبين في الهجوم يتقدموا يعمل ضغط عالي، لكن تصور اذا كان باس جي من ايدرسون او من قلوب الدفاع توصل طول وسط ميدان، وسط ميدان باش تلقى فيه غوندوغان باش تلقى فيه برناردو سيلفا، وقت اللي انت في وسط ميدان تاع ارسنال فما شكون فما شاكا فقط، هل شاكا قادر باش يغطي على برناردو سيلفا وغوندوغان؟ فهذا مستحيل، معناها الحاجه مستحيله معناها واضحه، وهذاك اللي صار بالضبط، معناها قلت انا شنو المجازفه الكبيره يعتمد ارتيتا باش يضغط على لاعبي السيتي بالطريقه هذيا، نفهمك السيتي معناها كعناصر افضل بكثير من ارسنال، ولكن هذا ما يبررش ارتيتا انه يعتمد على الضغط عالي بالطريقه هذيك، ضغط عالي سيء يعتمد على ارتيتا، كيف نجم نقول لك لارسنال كسكواد سيء، سكواد تاع ارسنال صحيح سيء سكواد تاع ارسنال، ولكن من جهه اخرى فما شويه من التكتيك تاع ارتيتا وشويه من سكواد تاع ارسنال، في لقطة هدف الاول معناها الحكايه اللي حكيت عليه الخيال اللي حكيت عليه في وسط ميدان ارسنال تكرر هو بيدو تمريره من قلوب الدفاع باتجاه اللاعب برناردو سيلفا، برناردو سيلفا بتمريره طويله باتجاه اللاعب جابريل خيسوس معناها خذا راحته برناردو سيلفا، فما حد معاه شاكا معناها ضايع وحده في وسط الميدان، برناردو سيلفا ياخذ الكره في وسط الميدان وحده يعدي التمريره باتجاه جابريل خيسوس، وبرناردو سيلفا هو اللي ياخذ الكره وعاود يخلط عليها وعاود يقضي باص من جابريل خيسوس ويعمل ثنائيه مع جابريل خيسوس وتوزيعه وهدف من غوندوغان، معناها بصراحه ريت مشاكل كبيره في ارسنال، وسامبيرز كان سيسلسل جدا في التغطيه معناها مشاكل ما تحلش، مشاكل كبيره من ارسنال، مشاكل دفاعيه، مشاكل تكتيكيه، كل شيء رينا اليوم في اللقطه الهدف الاول، معناها اللقطه الهدف الاول نموذجيه في السيتي باش نعرف كيف يخرج من الضغط تاع ارسنال ويوصل للهجوم بسرعه، من جهه اخرى سيئه من ارسنال خاصه من ناحيه دفاعيه التغطيه او كيف التوزيع معناها خطا مشترك من الاول كالضغط العالي تاع ارسنال كان غالط، من جهه اخرى التغطيه في وسط الميدان كانت غايبه اليوم منعدمه تماما، كيف معناها لاحظتوا التغطيه في قلوب الدفاع كتوزيع تاع جابريل خيسوس، معناها خطا مشترك قام به كل لاعبي ارسنال في الهدف، ومن جهه اخرى السيتي امتياز كبير عمله اليوم فكان اللعب نتاعو هذاك خاصه في الوقت الاول، اذا هدف ثاني جاء ريتو السيتي معناها مستمتع باللعب اليوم، السيتي تقولش عليه في حسن التدريبيه اليوم رينيه. الهدف الثاني جاب بفضيحة صحة دفاعية خاصة في التغطية نتاع ثلاثة لاعبين كاملين تعديت عليهم كرة شاكا وتعديت كرة على اللاعب شامبيرز وتعديت على هولدينغ حتى حد ما سمي الكرة بعدها حتى وصلوا حد الكرة لفيران توريس وفيران توريس كان حط الهدف الثاني هنا معناها نفهمك الارسنال سايت او ارسنال قبل الثاني بديت تخرج من جو المقابله ولكن الاشكال انه ارتيتا وصل في اعتماد على الضغط العالي بطريقه خاطئه هذيك وجا هدف في الثالث وجا الاقصان تاع الشاكا كالضغط العالي تاع ارسنال بطريقه خاطئه هذيك توصل من جهه اخرى السيتي كان يبدع اليوم في طريقه اللعب ارسنال بعد هدف الثاني بدا يرجع شويه للدفاع يعتمد شويه منظومه دفاعيه ويسكر المنطقه الدفاعيه نتاعو وفي نفس الوقت في بعض الاحيان كان يقدم في الضغط العالي اللي يعملوا على مدافعي السيتي لكن سيء وقبلت هدف ثاني ما عادش تقدم تعمل ضغط عالي اقبل اللعب وكا ما عاد عندك حتى حل وقت اللي قبلت هدف ثاني من جانب السيتي هنا السيتي لاحظنا خلينا نحكي شويه على السيتي خلينا نوصفوا السيتي شويه انتقدنا بس ارسنال خلينا نوصفوا شويه السيتي من جهه اخرى كان يقدم في لعبه هجومي ممتاز اليوم لاحظنا تبادل المراكز كبير بين اللاعبين ما تلقى غوندوغان يدخل بين الخطوط ما تلقى اللاعب جريتش يدخل بين الخطوط برناردو سيلفا اليوم قدم مقابله كبيره رودري كيف قدم مقابله كبيره رودري نعرفوا يفتك برشا كوره ويقص برشا كوره معناها من الهجمات المرتده خاصه ولكن اليوم بخلاف ذلك لاحظنا رودري يقدم الهجوم ويقترب برشا الهجوم كان هو صاحب هدف معناه سجل هدف رابع بالنسبه للسيتي معناه قدم كل شيء لعب رودري في هذه المقابله سجل هدف عاون دفاعيا عاون هجوميا قدم كل شيء في هذه المقابله برناردو سيلفا لعب بشوط فقط ولكنه قدم حاجات باهيه في الشوط الاول هذاك اللي لعبه ولعب شويه في الشوط الثاني معناه قدم حاجات باهيه بالرغم من لعبه ماتش كامل معناه اليوم لاحظنا ابداع كروي ميسي في المقابله هذيا اليوم جريتش نجم نقول اللي هو قدم مقابله باهيه تسمى المقابله السابقه اليوم جريتش بدا يثبت في روحه شويه جريتش كان وراء هدف الثالث للسيتي قدم وراء بتشامبيونز واحد لجابريل خيسوس وجابريل خيسوس كان حد هدف الثالث بابداع كروي من جنب السيتي ما عاد نقول بخلاف ذلك على السيتي وصفنا السيتي بكل اوصاف الجميل مع الكروي ولكن ارسنال كان سيء جدا اليوم من ناحيه كل الدفاعين هجوميا ما قدم حتى شيء السيتي نحكي اليوم سيطر على المقابل طول العرض اذا كان تشوفوا ارسنال من ناحيه الهجوميه ما قدم شيء ارسنال من ناحيه الهجوميه كل ما تجي الكره يحاول يطول الكره باتجاه المهاجمين اكهو اوباما يونغ ما نجم يجيب حتى كره بالراس مدافعي السيتي كانوا واقفين اليوم بشكل صحيح متوسط ميدان السيتي سكر كل شيء حتى معناه كانوا يضغطوا شويه لمدافعي السيتي كيف
مع السيتي يعتمد شويه على الضغط العالي، ما يخلي اسوناني يعمل حتى شيء، اسوناني كويس بشيء على كره عاليه ويطول الكره بتجي المهاجمين بتاعه ما يعمل بيهم حتى شيء. السيتي ما بتنجم تقدم ثلاثه باسيت ولا بعضهم، يعني كل ما تعمل شويه باسيت تفتك الكره بسرعه، ذاك عشان اسونال والحارس ليدو خاصه لازم انه يلعب كره عاليه. اليوم لاحظتوا ايدرسون لاحظناه في عقله ياخذ الكره يعمل اللي حب، يحاول يرغب المدافعين. بصراحه اليوم فضيحه من جيم اسونال انه ايدرسون مش يعمل الفازات هذوكم الكل في الملعب هذايا. ايدرسون ياخذ الكره يقعد يستنى يعمل كل شيء اللي حاس. ايدرسون في لقطه تاريخ جدا مع اليوم في المقبريه، صحيح كان يسبب في هدف الاسونال وقت اللي سميث رو قص هيل، ولكن بخلاف ذلك لاحظنا ايدرسون اليوم يتمتع على الميدان ويلعب براحته. اونتري مو كان جيم سيتي اللي عندي شغل على المقابله هذيا. ومن بعد اقصاء شاكا ولا مدربة تعتمد على التشكيل 5-3-1، فانه ما ولا سميث رو يرجع ساكا يرجع، معناها سميث رو ساكا يضمروا في ميدان وخلوا مايونغ في الهجوم. ومن بعد جت تغييرات من جيم ارتيتا، مدرب ارتيتا عمل تغيير دخل لاعب نني مكان اللاعب اوديغارد واللي يعتمد على الدفاع، ظهر الشوط الثاني كيفاش يعتمد على الدفاع. لاحظنا ابداع كره من جيم مره اخرى من جيم سيتي، سيتي عرفتوا كان يبطي في الريتم بشكل واضح، يعني الريتم تاع سيتي يبدا بطيء بشكل واضح، وفي لحظه واحده تلقى سيتي يسرع في الريتم ويعمل لك الديكلاس سريع ويخلي كره سنيحه للتهديف ويسجل هدف رابع وخامس الشوط الثاني. تغييرات جوارديولا، دخل محرز دخل ستيرلينج مكان اللاعبين جابرييل خيسوس وبرناردو سيلفا. من جانب ارسنال فانه دخل لاكازيت وكاو، يعني مغلوب على امر ارتيتا لازم يدخل لاكازيت وكاو، دخل لاكازيت مكان اللاعب اوباميانغ. وبالنسبه للسيتي فانه واصل في الابداع الكروي نتاعو وقدم مستوى جيد من ناحيه الهجوميه وسجل في الرابع والخامس. اذا هذه اللي عندي باش نحكي على المقابله هذيا. في الاخير مطالب اداره ارسنال باش تقيل ارتيتا توا، نعرف اللي فهم توقف دولي توا بعد المقابله هذيا. الدولي هذيا نجم ياخذ فيها ارسنال الوقت الكيف باش يسترجع زين الامور ويخمم اكثر كيفاش يحسن الوضعيه. نعرف اللي ميركاتو سيقي بيتسكر توا، مازال نهارين يتسكر الميركاتو، معناها ما نتصورش انه ارسنال باش يعمل صفقه كبيره في النهارين هذوما ثلاثه ايام هذوما. اذا في الاخر معناها نشوف ارسنال توا شنو باش يصير فيها، اذا ما تم ايقاظه تو بعد المقابله هذه فرضا، معناها ما نساوش ارتيتا باش يكمل باص مع ارسنال. اذا كان وصل بنتيجه سلبيه هذه ممكن مع ارسنال وادارته تعطي فرصه اخرى لارتيتا خاصه المقابله الجايه ثم اسهل شويه لارسنال. ولكن بالنسبه لينا اداره ارسنال مطالبه باش تقيل ارتيتا وتجيب مدرب اخر في بلاصته ويتعود على الجمعيه قبل معناها التوقف الدولي. التوقف الدولي باش يجي نجم يسترجع في شويه الامور ويخمم شويه مدرب جديد ويجهز ارسنال بشكل جيد للمقابله تاع البريمير ليج الجايه. انا كاين نكونوا كملنا مع مقابله مانشستر سيتي وارسنال. اذا انتقلوا باش نحكيوا عن المقابله الثانيه، حتى هي مقابله قمه اليوم يجوز قمام في الدوري الانجليزي. المقابله الثانيه هي المقابله جمعه ليفربول بتشيلسي في ملعب الانفيلد وفيت بالتعادل الايجابي 1-1. مقابله كبيره، مقابله ممتعه، خير برشا مقابله بين ارسنال والسيتي. ارسنال والسيتي كان عباره عن حصه تدريبيه، ولكن المقابله ذيك كانت مقابله فيها نديه عاليه. تشيلسي بالرغم من حصوله على ورقه حمراء وضربه جزاء ليفربول في اخر الشوط الاول، ولكن تمكن باش يسمو الدفاعيه وكمل المقابله بنتيجه 1-1. ليفربول كان هو الطرف الافضل في المجمل، ما نحكيوا احنا ليفربول كان هو الطرف الافضل نظرا للورقه الحمراء اللي اخذها تشيلسي. ولكن يشوف الشوط الاول كان متكهرب بين الفريقين وكل الفريقين كانوا متساويين في عدد اللاعبين، ولكن بنقص عددي في تشيلسي ورات الامور تميل اكثر من جانب ليفربول. ليفربول يسيطر على الشوط الثاني ولكنه ما زال يسجل بخبره لاعبي تشيلسي دفاعيا بحنك التوخيل وتغييراته اللي قام بها وتدخلاته العاجله اللي عملها ونجحت بشكل كبير من جانب تشيلسي. هذا كل العوامل هذه كل خلت تشيلسي اليوم نجم يخرج بنقطه من هذه المقابله، يخرج بنقطه من جحيم الانفيلد. الانفيلد اليوم كان دفاع كبير لليفربول باش ينتصر في هذه المقابله، ولكنه في الاخير يخرج بنقطه واحده. اذا كنت تقول شكون استفيد اكثر من التعادل، نقول لك تشيلسي هو يستفيد اكثر من التعادل، بما انه المقابل الاول حكايه في ملعب ليفربول في ملعب الانفيلد. ثاني حاجه المقابله تلعب بنقص عددي من تشيلسي في الشوط الثاني، فمن الطبيعي تنجم تقول 1-1 تساعد تشيلسي اكثر. والنجم يقول لك تشيلسي هو اللي ربح نقطه من ليفربول، ليفربول خسر نقطتين في هذه المقابله. اذا خلينا نحكيوا على التفاصيل التكتيكيه نتاع هذه المقابله، ساعه ندخل في التفاصيل التكتيكيه. نذكر ليفربول ولا عنده 7 نقاط توا بعد انتصارين في المقابلات اللي فاتوا ضد نورويتش وضد برنلي، وتوا تعادل ضد تشيلسي. كيف تشيلسي زاد عنده 7 نقاط توا بعد انتصارين في المقابلتين زوج اللي فاتوا، انتصار اول ضد كريستال بالاس وانتصار ثاني جاء ضد نادي ارسنال وتوا تعادل ضد ليفربول. معناها تشيلسي عنده شويه مقابلات صعيبه، كي تشوف مقابلات جدول المقابلات تاع تشيلسي صعيبه. الجوله الثانيه يواجه فريق ارسنال والجوله الثالثه يواجه فريق ليفربول في الانفيلد بالذات، معناها المقابلات صعيبه شويه تشيلسي، ولكن تشيلسي نجح باش ياخذ 7 نقاط في اول 3 جولات. اذا تو خلينا نمشيو نحكيو تكتيكيا عن المقابله هذيا ونبداو بالتشكيل نزل به المدربين. البدايه بتشكيل المدرب يورجن كلوب اللي دخل المقابله هذيا اليوم بتشكيل 4-3-3 بالاعتماد على ماتيب وفان دايك قلبي دفاع، اليسون كحاس مرمى نعرفوه، معناها على اليمين لقاو اللي اعتمد الكسندر ارنولد، على اليسار لقاو روبرتسون. عاود روبرتسون بعد اصابه مهمه جدا ليفربول، ولكن روبرتسون اليوم
ما كانش جاي جدا كي نقولوا في المقابلية، وتعب برشا في اخر المقابلة، يعني في اخر المقابلة يلعب يتعب شوية يلعب روبرتسون وما يقدمش في الأداء الممتاز، هذاك علاش في اخر المقابلة خرج المدرب لويد جونكليوب ودخل في بلاستو اللاعب سيمي كاس، اللاعب سيمي كاس اللي كان اساسي في المقابلتين زوز اللي فاتوا ضد فريق نورويتش وضد بيرنلي. في وسط ميدان نلقاو فابينيو كيلعب ارتكاز ومعاه هندسون اليوت، اليوت لازم نشيدوا بالاداء الجيد اللي عمله، معناها كان احد نجوم هذه المقابلة من جديد ليفربول، مقابلة كبيرة عندها يلعب اليوت هجوميا خاصة من ناحية الهجومية كان ممتاز في المساندة الهجومية والمعارضة خاصة على الجهة اليمنى اللي كان فيها صلاح، ديما اليوت كان يقلب برشا زي محمد صلاح وكان يعمل معاه كومبينيزون كبار، معناها كومبينيزون باهيين يعمل فيهم اليوت مع محمد صلاح مع الكسندر ارنولد اللي مثلث خطير برشا يجي على الجهة اليمنى، صلاح ارنولد ولعب اليوت، اليوت 18 سنة فقط نذكر اللي هو وقدم أداء جيد ضد بيرني المقابلة اللي فاتت في البريمير ليج ولفتني الأداء اللي قدمه واليوم يزيد أكد أداء ويقدم أداء ممتاز وممتاز جدا ضد بطل أوروبا تشيلسي. كمل تشكيلة ليفربول في الهجوم يعتمد على التركيبة الشهيرة صلاح ماني فيرمينو في المقابلة السابقة يعني جوتا أساسي، لكن اليوم رأينا اللاعب فيرمينو أساسي مكان اللاعب ديجو جوتا. من جانب ليفربول فإنه توخيل متمسك بتشكيلة 3-4-3 منذ تولي تشيلسي، فإنه يعتمد على تركيبة ثلاثة قلوب دفاع معناها نفس التشكيل تقريبا اللي واجه أرسنال، تغيير واحد فقط كوفازيتش برا والحرم اليوم كانت أساسي مكان كوفازيتش، إذا ثلاثة قلوب دفاع كانوا اليوم كريستنسن واللاعب أسبيليكويتا واللاعب روديجر، كظهيرين نلقاو جيمس على اليمين وألونسو على اليسار، في وسط الميدان نلقاو ثنائية كانتي وجورجينيو، في الهجوم نلقاو ثلاثية هافيرتس وماونت واللاعب روميلو لوكاكو اللي افتكت رسميا بلاست فيرنر، معناها فيرنر ما عادش يشوف حتى بلاست أساسي في تشيلسي نظرا للأداء السيء اللي قدم فيه سواء الموسم الفارط أو بداية الموسم، معناها في الذين في المقابلة الأولانية ضد فياريال الأداء نتاعو ما كانش جيد، هذاك علاش معناها فيرنر خسر بلاستو رسميا لمصلحة روميلو لوكاكو. إذا نحكيو توا على التفاصيل التكتيكية وشنو صار في المقابلة هذه بالضبط وشنو الأسلوب اللي تبدو كل مدرب. بداية المقابلة كانت متكافئة بين الفريقين، نجم نقول الشوط الأول كامل كان متكافئة بين الفريقين، نجم نقول لك ليفربول سيطر في بعض الأحيان وكان تشيلسي زاد خطير من جانب آخر، معناها المسيطر الأكبر على الكرة ليفربول بتبيع ليفربول يلعب في ملعبه ونعرف أسلوب كلوب يعتمد على أكثر على الاستحواذ على الكرة. إذا ليفربول نحكيو على الطرق الهجومية اللي تبدا ليفربول، فإنه تشيلسي في نفس الوقت تبدا ضغط عالي وطلع في المهاجمين نتاعو، عمل ضغط عالي ثلاثي بهافرتس وماونت ولعب دومين لوكاكو. فإنه ليفربول نعرفوا معناها طريقة اللعب نتاعو كان معروفة تقريبا، طريقة اللعب تاع ليفربول أنه يجيب صلاح أو ماني ويعمل لك الديكلاج يجي له في الميدان ثم يعطي تمريرة طويلة في العمق باتجاه المهاجمين نتاع ليفربول. هذه تعاود قالت مرة أو أرنولد يعملها أو محاولات لعب ثنائيات وثلاثيات مع الجهة اليمنى واليسرى، خاصة الجهة اليمنى، اليوم الجهة اليسرى كانت ميتة اليوم، أنا ما رأيتش عمل كبير يصير من الجهة اليسرى اللي فيها روبرتسون، بالعكس عمل كبير من الجهة اليمنى اللي فيها صلاح واللاعب ألكسندر أرنولد ومعاهم إليوت اللي لازم نشيدوا بالمردود نتاعو الكبير اللي قدموا فيه المقابل. فما دي كومبينيزون، فما مثلثات تلعب من جهة ليفربول وخاصة مثلث إليوت وألكسندر أرنولد وصلاح، ولكن ما كانش فما خطورة كبيرة على دفاع تشيلسي، لا فما لعب، فما كومبينيزون، فما لعب، فما كحلل اللعب على اليمين على اليسار، فما كتمريرات في العمق، فما كالديكلاج يعملوا لاعبي تشيلسي ليفربول وقت اللي يدخل وسط الميدان ويعطيو تمريرات في العمق باتجاه لاعب من اللاعبين، معناها تشوف وقت مرة الكسندر ارنولد يدخل في العمق نتاع الملعب ويعطي تمريرة حاسمة باتجاه لاعب صلاح في العمق، او كيف مرات يعملها ماني، ماني يدخل وسط الميدان ويحاول يعطي تمريرة حاسمة من غاديك الصلاح، هذه تعرف قد ايش مرة حكي الحالة هذه ولكن ما كانتش جابت خطورة كبيرة على مرمى حاسم مندي. بينما تشيلسي نحكيو على تشيلسي احنا من ناحية الهجومية، ليفربول عمل ضغط عالي كبير برشا، ليفربول كان اجريسيف برشا في الضغط العالي نتاعو اذا كان لاحظتو، تشيلسي عمل ضغط عالي صحيح ولكن كان اقل حدة برشا بالضغط العالي اللي اعتمدوا ليفربول، ليفربول هنا كان يطلع في اللاعبين نتاعو الكل، يطلع في صلاح ماني فيرمينو ويطلع على اطراف يطلع على روبرتسون والكسندر ارنولد، بالرغم انه ليفربول يعتمد على زوج لاعبين فقط في اللاكس، معناه موزيس كبير عملها يورجن كلوب باش انه يطلع اللاعبين روبرتسون والكسندر ارنولد الضغط العالي، بما انك تعتمد على زوج لاعبين فقط في اللاكس، هذه شغل موزيس كبير عملها المدرب كلوب وكان نجم يقبل منها هدف، معناها اذا كان لاحظتوا تشيلسي يعتمد برشا كرات عاليه باتجاه روميلو لوكاكو اللي يحاول معناه ياخذ الكره ويربحها بالثقه البدنيه نتاعو، قدش مره لوكاكو معناه يتفوق في مواجهه ثنائيه وخاصه مع اللاعب ماتيب، ماتيب اليوم ما كانش جيد برشا مع لوكاكو على عكس فان دايك، فان دايك اليوم قطع الماء والهواء على لوكاكو ولكن من جهه اخر ماتيب اليوم لوكاكو قدش مره ينجم يربح كثنائيه معاه ويقطع له برشا كرات ولوكاكو يقترب اكثر من الهجوم مع مساندة شويه من ماونت واللاعب هافرتس، لكن العيب على تشيلسي انه غاب شويه اللمسه قبل الاخيره خاصه كي ما يخلط الهجوم، لاحظتوا على الاقل ثلاث فرص هجمات معاكسه جات تشيلسي ولكنه ما استغلهاش، فما برشا تباطؤ من جيم البلوز سيرو خاصه في اللمسه قبل الاخيره، اللمسه قبل الاخيره دي مجي ضايع من جيم البلوز وكان البلوز قادر على انه ينهي الشوط الاول بنتيجه 2-0 او 3-0، معناها اذا كان سجل الفرص اللي توحت له في طول الشوط الاول، ولكن البلوز يجيبوا هدف عن طريق ركنيه، ركنيه تجي وهافرتس يحط كره بالراس بعد توزيع من جيمس، جيمس يوزع وهافرتس يحط كره بالراس في شباك مرمى الحارس اليسون.
اذا هذه خليت ليفربول يواصل في الضغط الهجومي نتاعو. ليفربول ما كانش معناها كان اللي مستسلم تماما، معناها ليفربول يعمل في الضغط الهجومي نتاعو حتى بعد ما قبل هدف. قال ليفربول يلعب على الهجوم ويحاول في الهجوم، ولكن الحاجه اللي نعمل تشيلسي انه تشيلسي وسط الميدان نتاعو كان قوي اليوم. اذا كان لاحظت جورجينيو كانت اليوم قصوا برشا كرات، كل ما ليفربول يحاول يخرج بالكره من دفاع الهجوم فإن برشا مرات ليفربول يخسر الكرة، خاصة بوجود كانتي وجورجينيو يقطعوا برشا كرات على متوسطي ميدان نادي ليفربول، فابينيا وهندسون أو اليوت معناها نحكي واحنا، ولاحظنا قد مرة فيرمينيو يرجع ويحاول يبني هجمة ويعاود يوصل الكرة للهجوم لمصلحة نادي ليفربول. هذاك علاش معناها مرات تشوفوا جورجينيو وكانتي يقطعوا كرات ويحاولوا أكثر الهجوم نادي تشيلسي باش يعملوا حلول خطيرة باش يقتربوا أكثر من مرمى نادي ليفربول، ولكن هذا كل ما جابش أهداف من جانب تشيلسي. جاب الهدف الوحيد جاء عن طريق كرة ثابتة، وكرة ثابتة أخرى من جانب ليفربول من بعد تجيب ضربة جزاء وإقصال لجيمس. من رأيي أنا إقصال مستحق لجيمس، معناها مسك كرة بيده بعد كرة على المرمى، معناها من بعد معناها واضحة ضربة جزاء واضحة لليفربول، وإقصال زاد مستحق لجيمس. حسب رأيي أنا الإقصال مستحق لجيمس لأنه بعد كرة نتاع هدف، معناها استعمل يده وبعد كرة هكا بيده، وبالتالي حسب رأيي أنا مانيش خبير تحكيم، معناها نقول لكم جيمس يستحق الورقة الحمراء والضربة الجزاء صحيحة من جانب نادي ليفربول. إذا صراحة كرة شباك من ضربة الجزاء. الشوط الثاني لاحظنا توخيل يقلب في اللعب نتاعو، معناها يحاول الخط 5-3-1 بما انه كهو مستحق معناها الدفاع في الاخير المدرب توخيل دخل لعب تياغو سيلفا مكان لاعب هافرتس، وتياغو سيلفا تحول كلاعب قلب دفاع مركزي كان اليوم لاعب تياغو سيلفا. ولاحظنا انه اسبيليكويتا هو اللي خذ الجهه اليوم كلاعب ظهير ايمن وتحول الخط 5-3-1، وزاد كوفازيتش دخل مكان اللاعب كانتي وماونت رجع لوسط الميدان وسند اللاعبين كوفازيتش وجورجينيو. اذا هنا تشيلسي يلعب على دفاع طويل في هذه المقابله، صحيح فما بعض الاحيان معناها لاحظنا روميلو لوكاكو ياخذ شويه الكرات الطويله اللي لعبها تشيلسي، ولكن تشيلسي ما كانش قادر باش يخرج بالكره برشا. ليفربول صار الضغط هائل على اللاعبين تشيلسي، هذاك علاش لاحظنا تشيلسي يحاول يلعب كرات عاليه وطويله باتجاه روميلو لوكاكو. روميلو لوكاكو عاون شويه تشيلسي اليوم باش انه ياخذ الكره كالكره يستحفظ شويه الكره في الهجوم ويضيع شويه وقت في الهجوم، لانه لاحظنا اذا كان ما جاش روميلو لوكاكو في الهجوم تشيلسي ما تلاحظوش جمله في الهجوم، ولكنه في بعض الاحيان لاحظنا تشيلسي يعمل عمليات هجوميه خاصه كالكره اللي خذها لوكاكو وحتى كوفازيتش كان لقى حارس اليسون. من جيب ليفربول نحكيو على تغييرات القنبله ليفربول. ليفربول اليوم التغييرات دخل الساعه ما حكيناش على التغيير تاع جوتا مكان فيرمينو في اخر الشوط الاول، معناه تغيير ربما يظهر لي فيرمينو حسب شويه اوجاع يا اخي، دخل جوتا مكان فيرمينو. جوتا كان في بعض الاحيان خطير باك يستقبل التوزيعات اللي عملوها صلاح والكسندر نول، لعب برشا ليفربول على قلب الوجه، معناه ياخذ الكره على اليمين ويحاول الكره توتالمون على اليسار، او بالعكس معناه ياخذ الكره على اليسار ويحاول الكره توتالمون على اليمين ويحاول يقترب اكثر الهجوم. لعبوا ليفربول قد مقابله به، ولكنهم في الاخير دفاع تشيلسي كان صلب. اليوم نجم نقولوا روديغر كان من نجوم هذه المقابله، تياغو سيلفا الشوط الثاني كان قدم ممتاز، كريستنسن كان مقابل باهي، معناها اغلب مدافعي تشيلسي اليوم قدم مقابل باهي وما خلاوش نادي ليفربول يقترب اكثر من منطقهم، وحارس زاد مندي كان قدم مقابل باهي. كهو ذاك الانضباط التكتيكي اللي عمله توخيل اليوم خاصه بعد الورقه الحمراء، صراحه يشكر مدرب توخيل على الاداء التكتيكي اللي قدمه، الانضباط التكتيكي الكبير اللي قدمه لاعبيه اليوم في هذه المقابله، واللي ما خلاوش نادي ليفربول يسجل هدف ثاني ويفوز بهذه المقابله. في الاخير نجم نقول لك تعادل عادل في هذه المقابلة على الأداء اللي قدموه الفريقين. تشيلسي إذا كان مخرج ورقة حمراء كنا نجم نشوفوا أفضل خلال الشوط الثاني، ولكن الورقة الحمراء هذيك اللي تجيب معناها في الأخير. نحكي واحنا الدخول في الأخذ سيميكاس مكان لعب روبرتسون في جانب نادي ليفربول. ليفربول تعبوا لاعبين بشكل كبير معناها في آخر المقابلة، هذاك علاش معناها لاحظنا الريتم قل في آخر ربع ساعة، لاحظنا في أول الشوط الثاني كريتم جنوني من ليفربول، ليفربول كان قريب برشا من التهديف، ولكن في الأخير لاحظنا الريتم يقل بشوية بشوية وليفربول بدا يتعب شوية شوية في الهجوم، ما عادش يقدم في نفس المردود الهجومي اللي كان يقدم فيه في بداية الشوط الثاني. في الأخير نجم نقول كذلك اللي عندنا مش حكي على المقابلة هذيا. سبحان الله خير نسكن نتلاقاو في موعد هذيا أخرى، واستنونا من بعد في تحليل مقابلة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني.